برنامج عمدة ريون ومتنوع ميز تظاهرة يوم بدون سيارات المنظم من طرف بلدية الجزائر الوسطى، برنامج تضمن أنشطة بيئية مختلفة إضافة إلى النشاطات الثقافية الفنية والرياضية. مظاهرة جمعة بدون سيارات خصيصا يعني في الفترة المسائية في فصل موسم الاصطياف، ناولت اليوم خصيصا المجال البيئي اللي راكم تشوفوا فيه اليوم مشتلات، يعني حية اللي راهم الأطفال يزرعوا فيها، وأيضا كاين حيوانات، أيضا كاين ورشات للرسكالة وإعادة التدوير. مساحة أودان إلى البريد المركزية اجتمعت العائلات قادمين من مختلف ربوع الوطن للمشاركة في مساعي غرس ثقافة المحافظة على البيئة عند الأطفال. المبادرة مليحة بيان سور للدراري الصغار سورتو في العطلة الصيفية. الحاجة المليحة صح فيها تسلية والعام، مي تاني كاين فيها فايدة للدراري. مبادرة جميلة جدا بخصوص خاصة الأطفال وفي العطلة، وهي فيها كثير من النشاطات العلمية والثقافية والترفيهية أيضا. رسمت بالأحجار ولعبت شطرنج، لعبت بزاف ألعاب عجبوني. عجبتنا بزاف، مليحة فرانشمون، بروفيت بيان، سي بيل جورني. هي مبادرة ضمن برنامج بلدية الجزائر الوسطى لموسم الاصطياف، جمعت الترفيه، التثقيف والتوعية، وكانت فرصة لرسم الابتسامة في وجوه الأطفال.